في مدينة تشيكاغو الصاخبة عاش موسيقي جاز موهوب يدعى جيمس إل مارك وزوجته شيلا أن فون ويز. ولدت طفلتهما الوحيدة هيذر مارك في عام 1995، وتمتعت بتربية مميزة مليئة بجميع وسائل الراحة التي يمكن أن يقدمها المال. لكن لم يكن أحد يعلم أن خلف واجهة الثروة والامتياز كانت هناك قصة مظلمة ومأساوية على وشك الانكشاف. حقد وطمع وكراهية، كلها عوامل أدت إلى فاجعة هزت العالم أجمع. يبقى معنا من أجل معرفة تفاصيل أكثر حول قضيتنا لهذا اليوم. أحبت عائلة ماك الذهاب في إجازات، لكن يبدو أن الحظ السيئ كان يتبعهم دائما في رحلاتهم. في عام 2001 شرعت عائلة ماك في رحلة بحرية على متن باخرة رويال كاريبيان. خلال الرحلة عانى ماك من إصابة في القدم، مما أدى إلى إصابته بشلل جزئي. أثار العلاج الطبي غير الكافي الذي تلقاه من طبيب السفينة دعوى قضائية ضد شركة رويال كاريبيان. استغرق حل القضية سنوات، وظل التوتر والألم باقيين داخل الأسرة. في عام 2006 وقعت مأساة أخرى عندما كانت العائلة تقضي إجازة في اليونان. توفي ماك بسبب انسداد رئوي، تاركا هيذر وشايلا للتعامل مع الخسارة. ضرب فقدان والدها هيذر بشدة، وبدا من المستحيل ملء الفراغ الذي حل في حياتها. بعد وفاة ماك، تم التوصل إلى تسوية في الدعوى القضائية لعام 2001. والمثير للدهشة أن شايلا حصلت على أكثر من 340 ألف دولار، بينما ذهبت 500 ألف دولار إلى تركة جيمس مارك. على الرغم من أن جيمس ترك ممتلكاته بالكامل لهيذر في وصية قبل 5 أيام فقط من وفاته، قررت المحكمة خلاف ذلك. تلقت شايلا جزءا كبيرا من التسوية، مما خلق شقاقا بين الأم وابنتها. مع تقدم هيذر في السن، ساءت علاقتها بوالدتها وتمردت على رغبات والدتها، وتخطت الفصول الدراسية وانخرطت مع أشخاص مزعجين. بذلت شايلا قصارى جهدها للتعامل مع سلوك ابنتها وتجنب توجيه الاتهامات، على أمل أن تتغير هيذر في النهاية. استمرت علاقة هيذر وشايلا في التدهور على مر السنين، مما أدى إلى العديد من المواجهات وحوادث العنف المنزلي. تم استدعاء الشرطة إلى مقر إقامة ماك في 86 مناسبة بين عامي 2004 وعام 2013، حيث تضمنت معظم الحوادث مشادات بين الأم وابنتها. خلال سنوات دراستها الثانوية التقت هيذر بتومي شايفر، وهو شاب معروف بقامته الطويلة وسلوكه في البحث عن الاهتمام. رفضت شايلا علاقتهما ورأت أن تومي له تأثير سيء على ابنتها المضطربة بالفعل. باعت الأم منزلهم ونقلت هيذر ونفسها إلى جولد سكوت من أجل فصل هيذر عن تومي. على الرغم من ذلك اكتشفت هيذر أنها حامل من تومي. أكدت بعض المصادر أن هيذر أجرت عمليتي إيجاد من قبل، وكانت شايلا هي التي دفعتها لفعل ذلك. أرادت والدتها السيطرة القانونية عليها لإجبارها على إجراء عملية إجهاض ثالثة. حدث هذا عندما خططت شايلا لرحلتهم الأخيرة إلى بالي، وكانت تنتظر نتائج الاختبار لتأكيد حمل هيذر. كانت الرحلة إلى بالي محاولة لإصلاح رابطتهم المكسورة. في 11 من أغسطس عام 2014 وصلت شايلا وهيذر إلى فندق في بالي، حيث سافرا في الدرجة الأولى. سرقت هيذر بطاقة ائتمان والدتها وحجزت رحلة درجة رجال الأعمال إلى بالي لصديقها تومي. كانت ليلة 12 من أغسطس عام 2014 على وشك أن تصبح مسرحا لعمل شنيع من شأنه أن يرسل موجات صادمة حول العالم. تآمرت هيذر وتومي شايفر لإنهاء حياة شايلا. مع اقتراب ساعات الصباح المظلمة، وضعوا خطتهم الشريرة موضع تنفيذ. أثناء الاطلاع على تفاصيل غرفتهم في المنتجع، تفاجأت شايلا برؤية غرفتين تم حجزهما باسمها. أظهر موظف الاستقبال نسخة من جواز سفر تومي، مما جعل شايلا تواجه ابنتها على الفور. بدأ الاثنان يتجادلان في الردهة أمام موظف الفندق. أصرت هيذر على أن تومي كان هناك للدراسة، لكن شايلا لم تصدقها على الإطلاق.
غادرت شايلا إلى الخارج بعد شعورها بعدم الاحترام والانزعاج. وصل تومي إلى المنتجع في الساعة 12:43 من صباح يوم 12 أغسطس، بعد ساعات قليلة من وصول صديقته ووالدتها. بعد أن ذهب إلى غرفته، ردت هيذر على رسائله بعد حوالي ساعات قائلة أن والدتها ما زالت غاضبة لكنها نائمة. تبادل تومي الرسائل النصية مع هيذر لمدة نصف ساعة، حيث كان يخططان لفعل جريمة نكراء. طلبت هيذر من والدتها الخروج من الغرفة مدعية أنها تريد الحصول على كوب من الماء. استهلكها توقع الفعل الشرير، ولكن في منتصف الطريق بدأ الخوف يتسلل. أدركت خطورة ما كانت على وشك القيام به، لكن لم تكن هناك أفكار ثانية، فقط التعطش الأسود للانتقام الذي بدأ أنه لا يمكن إخماده. في غرفة الفندق المظلمة كان الهواء كثيفا بالتوتر والحقد. أرسلت هيذر رسالة نصية إلى تومي تطلب مساعدته في تنفيذ العمل الشنيع. بينما كانت شايلا ترقد نائمة، اختبأ تومي في الحمام في انتظار اللحظة المثالية للضرب. شجعت هيذر تومي على أن يكون حازما بغض النظر عما قالته شايلا أو ما فعلت. لقد خططوا لجعل الأمر يبدو وكأنه حادث، لكن الحقيقة الباردة كانت أنهم يعتزمون إنهاء حياتها معا. بدون أدنى رحمة خرج تومي من الحمام ملوحا بوعاء فواكه زجاجي بمقبض معدني، وضرب شايلا على رأسها مرارا وتكرارا مصمما على جعلها فاقدة للوعي. سقطت نداءات شايلا اليائسة وشهقاتها طلبا للرحمة على آذان صماء. تحولت غرفة الفندق التي كانت ذات يوم مميزة إلى مشهد من الرعب الذي لا يمكن تصوره، حيث أطلق الزوجان الشابان العنان لغضبهما على والدته هيذر. استمر الشابان في الضرب المتوحش دون إظهار أي رحمة تجاه شايلا. لفظت شايلا أنفاسها بعد ضرب مبرح وعنيف أدى إلى كسر أنفها وفكها وتعرضها إلى نزيف داخلي. بدقة باردة ومنفصلة بدأوا المهمة البشعة المتمثلة في تقطيع جثة شايلا التي لا حياة لها. الأم التي كانت محبة ذات يوم والتي حاولت إصلاح العلاقة المكسورة مع ابنتها أصبحت جثة هامدة مقطعة إلى أشلاء داخل حقيبة سفر. تم التقاط أفعالهم عبر كاميرات المراقبة المتواجدة في المنتجع، مما خلد قسوتهم. مع الحقيبة التي تحتوي على رفات شايلا وأدلة أخرى، حاولت هيذر وتومي الفرار من مكان الحادث، لكن مشهد الدم المتسرب من الحقيبة كشف الرعب الحقيقي لأفعالهما الشنيعة. كانت محاولتهم للهروب غير مجدية، وسرعان ما تم القبض عليهم. ألقت السلطات القبض على هيذر وتومي، وتم الحكم عليهما لاحقا في إندونيسيا بسبب أفعالهما الشنيعة. أثناء المحاكمة صدم الفيديو المزعج الذي التقطته هيذر من زنزانتها في السجن الجميع. أظهر سلوكها عدم ندم تام على العمل الوحشي الذي ارتكبته. استمعت المحكمة إلى ماضي هيذر المضطرب والعلاقة المسيئة والعنيفة التي كانت تربطها بوالدتها، واعتقادها المشوه بأن قتلها هو السبيل الوحيد للسيطرة على ميراثها والهروب من تأثير والدتها المسيطر. داخل السجن جذبت هيذر الانتباه لأسلوب حياتها الخالي من الهموم، ونشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنها أنجبت ابنتها ستيلا في السجن. ولكن في النهاية تم وضع ستيلا في دار رعاية الأيتام. بعد أن قضت 7 سنوات في السجن في إندونيسيا، تم تسليم هيذر إلى الولايات المتحدة، حيث واجهت تهما إضافية. في عام 2023 أقرت هيذر بالذنب في الجرائم التي اتهمت بها، تاركة مصيرها في يد القاضي. ومن المرجح أن يتم الحكم عليها ب28 عاما من السجن دون إمكانية الإفراج المشروط. الحكاية الملتوية لهيذر ماك هي بمثابة تذكير مؤرق بالظلام الذي يمكن أن يتواجد عند الأشخاص الأثرياء. إنها قصة مأساوية لعائلة مفككة، وانتقام ابنة شرير والعواقب المدمرة للغضب. تلقي الأحداث المحيطة بأفعال هيذر الضوء على تعقيدات العلاقات الإنسانية وقوة العواطف التي لم يتم حلها، والأفعال التي سيذهب إليها البعض لتحقيق مكاسبهم الخاصة. وبينما يواصل العالم التعامل مع آثار هذه الجريمة المروعة، ستظل ذكرى شايلا فون تذكيرا كئيبا بعواقب الغضب الجامح وأعماق الظلام التي تكمن في قلب الإنسان. فما رأيكم أنتم مشاهدين الكرام؟ لا تنسوا إخبارنا بأرائكم في التعليقات أدناه.
كما لا تنسوا دعمنا بزر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء مع قصة أخرى من قناتكم دهاليز.